انا برجع برضو للعقارات. يعني الاخ اللي اشترى ارض الهرم ده لما يروح ل يعني ابو حبيبته عشان يطلب ايدها منه يعني هيقول له يا ابني انت عندك ايه؟ يقول له والله ده انا فندم، انا يا عمي عندي ارض الهرم. فهيقول له امشي اطلع بره، مش كده؟ يعني هي النقطه يعني دي تمنى النهارده 607,000 دولار، 607 اشتراها ب 100 دولار اشتراها ب 100 دولار هيقول له بيعها واشتري بقى بيت مش هرم ولا حاجه وقعدها. لا هيطلب له مستشفى المجانين. لا مش هنوصل يعني خلاص. هو الموضوع بقى الناس يعني الناس مؤهله نفس بص زي ما باشمهندس هشام قال كده، احنا بنتكلم على اللي كنا بنشوفه فعلا من 20 سنه بيحصل النهارده بما فيها كوفيد والفيروس اللي شل العالم كله. وقف فيلم كان في 2011 اللي هو اسمه عدوى، وقف كل الطيران احنا عايشينه. فهو هيحصل والناس خلاص الناس يعني من كتر اللي شافته في ال 20 30 سنه اللي فاتوا وانه بقى بيحصل بعدها فعلا، فالناس مهيئين نفسيا ان ده هيحصل. طيب النقطه فين؟ هل هرجع بقى لكلام الدكتور كريم في الحته ديت، هل هنكون استهلاكيين ولا شبابنا وولادنا هيشتغلوا على التطوير وهيشتغلوا على الديفلوبمنت ونبتدي احنا اللي نطور يعني هل النهارده هل منطقي ان انا الارض بتاعت الهرم اللي هو الهرم بتاعي انا شركه في امريكا هي اللي ولا في كندا هي اللي تبيعه؟ فالنقطه واحنا على فكره يعني انا مش مع الدكتور كريم في الحته بتاعت ان احنا ما عندناش المبرمجين، لا احنا معظم الشركات العالميه اللي موجوده بره من 20 ل 25% من المبرمجين بتوعهم مصريين. يعني قصدي ما عندناش في مصر. بالظبط. يعني لكن احنا كعقول احنا بنصدر كميه مبرمجين لاوروبا والامريكا. مش عايز اقول حاجه، دي من ضمن الازمات اللي عند الشركات المصريه هنا كم اللي بيتصدر. فخلينا ناخد بقى منها الحته الايجابيه ونشتغل احنا كشركات وكاشخاص نتعلم البرمجه على الواقع الافتراضي والواقع المعزز، نبتدي احنا نكون لينا السبق في التواجد في هذا السوق، مش ان انا ادور ان انا اشتري حته ارض ولا اشتري الهرم ولا اشتري برج القاهره ولا يعني هي النقطه دي الجزئيه الاساسيه. الجزئيه الثانيه بتاعه ال 12 مليون اللي حضروا الحفله، طب هم ال 12 مليون باللي موجود دلوقتي حسوا فعليا ان هم موجودين جوه المكان اللي فيه؟ ما اظنش، انا ما حضرتهاش الحفله. لا هو يعني هو شاف الحفله هو يعني، وده اوريدي موضوع موجود. يعني ايه يعني انا امتى اقول ويا واو ايه اللي حصل دوت لو ال 12 مليون دول فعلا حسوا بان هم فعلا موجودين جوه هذا المكان؟ ما اظنش ان في 12 مليون واحد في العالم معاهم الامكانيات الفنيه اللي تسمح لهم ان هم يحضروا حفله بهذا. لكن هي النقطه يعني للاسف ممكن تكون من ضمن من ركوب الترند. اول حفله مش ممكن يكون مثلا شافوها زي ما الناس بتشوف على اليوتيوب بالظبط. يعني ده انا ما شفتهاش برضو، ما حضرتهاش. يعني